فنانين ماتوا على السوشيال ميديا، فنانين ماتوا وهم على قيد الحياة، آخرهم الفنان المصري حسن حسني والفنان القدير أحمد بدير. ما زال مسلسل شائعات موت المشاهير عرض مستمر ولا ينتهي، بعدما تمكنت وسائل التواصل الاجتماعي من حياتنا اليومية فأصبحت تنتشر بسرعة النار في الهشيم، فأصبحنا نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي ونفاجأ بخبر وفاة الفنان فلان أو الفنانة علانة. فما شعورك وأنت تفتح صفحتك الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعلم بخبر وفاتك وأنت حي ترزق؟ فدائما تلاحق شائعات الوفاة عددا كبيرا من الفنانين ويتصدر أولئك قوائم البحث والترند. ورغم نفي الشائعة، شائعة وفاة الفنان المصري الكبير عادل إمام لست المرة الأولى التي تخرج ضد الزعيم شائعات وفاته، حيث يقابل كل مرة الزعيم عادل إمام شائعة وفاته بالسخرية، ولكن هذه المرة انتشرت الشائعة بشكل مبالغ فيه بدون أسباب واضحة ليخرج الزعيم غاضبا من هذه الشائعات، وهو أيضا ما فعله الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والذي أكد أنه سيقاضي كافة المواقع التي تنشر هذه الشائعات. الفنان المصري محمد رمضان: الشائعة جاءت من انتشار بوست على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يفيد بوفاة محمد رمضان أثناء تواجده بإحدى المستشفيات بدولة الأردن، فاعتقد البعض أن المقصود هو الفنان المصري محمد رمضان، في حين أن المتوفي هو طبيب أردني يدعى محمد رمضان. شائعة وفاة الفنان الكبير حسين الجسمي: بعض المواقع نشرت خبرا في منتصف الشهر الماضي يفيد بوفاة الفنان حسين الجسمي أثناء تواجده في المغرب، الأمر الذي دفع بعض القنوات الفضائية الخليجية للتواصل معه لينفي هذه الشائعة تماما، وينشر بعدها عبر حسابه على إنستغرام بعض الصور والآيات القرآنية إلى جانب فيديو من حفله الأخير بالمغرب لينفي الخبر بشكل تام. شائعة وفاة الفنان المصري محمد صبحي: بخلاف شائعة وفاته، خرجت شائعات تؤكد أن عرض مسرحياته سيكون على مسرح دار الأوبرا بدلا من مسرح مدينة سنبل، ولكن محمد صبحي رد على هاتين الشائعتين قائلا في الأولى: هناك شائعة سخيفة في إحدى الصفحات، وهذا رد الفنان محمد صبحي، لا أحد كبير على الموت. وفي الثانية: محمد صبحي يشعر بفخر بامتلاكه مسرح مدينة سنبل، وبفضل الله كامل العدد على مدار عامين، فمن غير المنطقي أن يتم ترويج شائعة عرض مسرحياته بمسرح دار الأوبرا الذي يجبره على دفع 80,000 جنيه يوميا. شائعة وفاة الفنان الراحل طلعت زكريا: من النجوم أيضا الذين طالتهم شائعات الوفاة باستمرار قبل رحيله، حيث نشر صورته على حسابه وكتب: بيقولوا علي مت بس الحمد لله لسه شوية، لتعلق ابنته الممثلة الشابة إيمي طلعت زكريا على هذه الصورة، وكتبت بعد الشر عليك يا قلبي ربنا يحفظك يا رب. شائعة وفاة الفنان المصري حسن حسني: وآخر من طالتهم شائعة الوفاة هو الفنان المصري حسن حسني، لا سيما إنه تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير حقيقية عن وفاته، حيث نفت نجلته ما تم تداوله خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة والدها الفنان حسن حسني. شائعة وفاة الفنان صلاح عبد الله: انتشرت مؤخرا ايضا شائعة وفاة الفنان المصري صلاح عبد الله اثناء تصوير مسلسل قيد عائلي، وقام الفنان صلاح عبد الله بنفي خبر وفاته قائلا: تعودت على هذه الشائعة باستمرار، وفوجئت اثناء التصوير بكم هائل من التليفونات، مؤكدا: الحمد لله يبقى حب الناس هو اهم شيء بالنسبة لي. شائعة وفاة الفنان
الفنان المصري أشرف عبد الباقي. لم يفلت الفنان أشرف عبد الباقي من شائعة وفاته، حيث تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان أشرف عبد الباقي، وقام أشرف بنفي تلك الشائعة ونشر مقطع مصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتأكيد على إنه بصحة جيدة بعد الشائعات التي انتشرت حول وفاته. قال فيها: أنا بخير الحمد لله، ودلوقتي من بروفة العرض الجديد في مسرح مصر، مش عارف اللي بيطلع الشائعات دي هدفه ايه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لأنه مش بيقلقنا احنا، هو بيقلق كل الناس اللي حوالينا. شائعة وفاة الفنانة المصرية شيوكار من الأخبار التي أثارت صدمة بعد انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. هي شائعة وفاة الفنانة المصرية شيوكار، ولا سيما أن شيوكار ردت على تلك الشائعات في تصريحات تلفزيونية لها إنها بصحة جيدة، وأن ما يقال حول وفاتها شائعة سخيفة، قائلة: اللي بيتقال عن صحتي ده عيب أوي، يجب على المواقع الإخبارية التأكد قبل نشر أي معلومة عن وفاتي، أنا كويسة وزي القردة، ونفسي نعمل مصل للكذب وقلة الأدب اللي انتشرت. شائعة وفاة الفنان المصري أحمد خليل في غياب تام عن الساحة الفنية وأضواء الكاميرات في الأوقات الأخيرة. انتشرت شائعة وفاة الفنان أحمد خليل، ولا سيما إنه ظهر فجأة ليكذب تلك الشائعة التي أحيته من جديد في الأضواء وجعلته يطل علينا عبر الصحف والتلفزيونات، قائلا: ربنا يسامح الكل، دي حاجة مش حلوة وبتضايق الأسرة، وعندي بنت في ألمانيا اضطريت أجري أكلمها، اعتبرت تلك الإشاعة بروفة ناجحة، والناس اللي بحبهم كلموني وسألوا علي كل الزملاء والفنانين وأعضاء النقابة والأهل والأصدقاء ومن انقطعوا عن التواصل معي منذ فترة، هاتفوني وسألوا عني، وهذا كان شيئا رائعا بالنسبة لي. شائعة وفاة الإعلامية المصرية ريهام سعيد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا منذ عدة أسابيع خبر وفاة الإعلامية المصرية ريهام سعيد، وأثار الخبر الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قلق جمهورها عليها، وشاركت الخبر عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت على الخبر قائلة: هي وصلت للدرجة دي؟ طب معلش، حتى لو مت ليه احمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي، هم يضحك وهم يبكي. شائعة وفاة الفنان المصري الكبير احمد بدير انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعة وفاة الفنان الكبير احمد بدير، مما جعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا يتداولون الخبر معتمدين على ما نشرته بعض الصفحات المفبركة والمذورة، وبالتواصل مع الفنان الكبير احمد بدير، والذي اكد في تصريحاته انه يتواجد حاليا في منزله ويتمتع بصحة جيدة، وانتهى منذ ايام قليلة من تصوير مسلسله الرمضاني يا انا يا جدو مع المخرج عادل الاعثر. واضاف الفنان احمد بدير ساخرا من شائعة وفاته: هي الناس اللي بتطلع الشائعات دي عايزة ايه وليه بيعملوا كده؟ انا الحمد لله بخير، وبشكر كل الجمهور والزملاء الذين اطمأنوا علي عبر المكالمات الهاتفية فوجئت بها بين دقيقة والاخرى بمجرد انتشار الشائعات. وكان الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس اكاديمية الفنون قد نفى الاخبار التي تداولها بعض رواد السوشيال ميديا منذ قليل بشأن وفاة الفنان الكبير احمد بدير، موضحا انها مجرد شائعات تفبركها بعض الصفحات المذورة على السوشيال ميديا والتي تستخدم اسماء مواقع او اذاعات من اجل لفت الانظار اليها فقط ليس اكثر واثارة القلق. واضاف نقيب المهن التمثيلية ان الفنان الكبير احمد بدير متواجد حاليا في منزله ويتمتع بصحة جيدة، ويذكر ان الفنان الكبير احمد بدير يعرض له حاليا مسلسل بعنوان يا انا يا جدو، ويشارك
تلك البطولة سارة سلامة وطارق صبري ومحمد نجاتي، ومن تأليف فتح الجندي وإخراج عادل الأعثر.